زي ما وصفه الفيفا قال انه يمكن يكون واحد من اهم كلاسيكيات كرة القدم في العالم، الاهلي والزمالك. هو بالتاكيد كلاسيكو مصري تقليدي وكلاسيكو افريقي، لكنه بالتاكيد كمان واحد من اهم كلاسيكيات العربية. النهاردة هنشوف ماتش الاهلي والزمالك بعيون عربية من خلال استضافتنا الكابتن حسن اسماعيل مدرب حراس مرمى نادي الشرقة ومدرب حراس مرمى المنتخب الاماراتي السابق، وضيفنا في السادسة. مساء الخير يا كابتن حسن، واهلا وسهلا بك. مساء الخير عليك وعلى اهل مصر كلهم، بلدنا، واحنا دايما ما نقولش بلدنا الثاني، لا دي بلدنا، مصر والامارات بلد واحدة وشعب واحد ومباراة قمة، تشريف للكرة المصرية، تواجد قطبين كبار في النهائي ده تشريف للكرة العربية كلها. صحيح. والكرة الأفريقية تعتبر اليوم الكرة المصرية أسياد أفريقيا والعالم العربي. نتمنى إن شاء الله أنها تظهر بشكل مشرف. بالتأكيد في متابعة قلنا هتبقى متسلطة على الأضواء، هتسلط على المباراة دي بشكل كبير جدا، لكن من وجهة نظر عربية كيف تنتظر وسائل الإعلام العربية بشكل عام والجمهور العربي بشكل عام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري الأبطال؟ شوف، هو لقاء يعني دائما مرتقب، وخاصة يعني أثناء مباريات الدوري لقاء كان مرتقب بشكل كبير، متابعة إعلامية جماهيرية على مستوى الوطن العربي والعالم ككل، لكن اليوم نهائي بطولة أفريقيا الحدث أكبر. نتمنى يعني متابعة، طبعا متابعة أصلا تحضيرات المتابعة يمكن بدأت من تأهل فريقين النهائي. أيوه. متابعات أحداثها بتغييرات المدربين وحضور مدربين جداد، فطبعا الجمهور العربي متابع جدا للفريقين، واحداث النهائي يمكن اليوم كله يتكلم فيها الوطن العربي. والامارات مش غريبه على ماتشات الاهلي والزمالك، احنا في السنوات الاخيره شفنا اكثر من كلاسيكو اهلي وزمالك بيتلعب في، واحنا عندنا بلد واحده، فنعتبر بلد واحده، فالكلاسيكو ده المباراتين دول لعبت هناك، نتمنى كان نهائي افريقيا يلعب عندنا في الامارات. نتمنى مين يكسب؟ والله بقول لك حاجة، أي حاجة تفرح المصريين أنا بحبها. أيوة. إن شاء الله مصر ده فرحة للجميع، لأن نهاية الشيء أنا يمكن مصر 110 مليون، أتمنى كلهم يكونوا مصري، أهم حاجة بيقدموا حاجة تليق بسمعة الكرة المصرية. اللي هي صاحبة تاريخ كبير، صاحبة صدرت للدول العربية مدربين وللفرق العالمية لاعبين. وصلت امتى مصر كابتن حسن؟ والله انا وصلت تاريخ يعني يوم الاحد. في اجواء يعني على مستوى الجماهير حتى قبل ما تيجي من الامارات، في اجواء مباراة قمة، في حاسس بانه الناس مشغولة بمتابعة اخبار المباراة، مستنية الماتش عشان تتابعه؟ طبعا احنا حتى يمكن دائما في المجال الرياضي نتكلم فيه، لكن في مجال الجماهيري لما تروح مثلا في بعض المقاهي التجاريه تلاقي عاملين من دلوقتي جمهور الاهلي، جمهور الزمالك، عاملين اللمه الحلوه دي. انا اتمنى مثل ما اقول الاطار الفني والمستوى الفني يعكس مستوى تطور الكره المصريه، وخاصه في الاونه الاخيره اصبح لها حضور كبير بالنسبه في افريقيا، وتواجد عالمي من خلال اللاعبين المتواجدين كابتن محمد صلاح وكابتن النني. اليوم يمكن انوه لنقطه يمكن ما تناولها الاعلام بشكل كبير. اليوم لاعب مصري يقود فريق الارسنال ككابتن، ده يمكن يعني ما جاء من فراغ، هذا تقدير للكره المصريه وتقدير اللاعب وقيمه اللاعب المصري. نتمنى ان شاء الله يعني التجربه دي تتكرر للاعبين العرب بشكل عام، مش بس بتكلم على المصريين، اعتقد ده وجود لاعبين محترفين عرب في الدوريات الكبيره يساهم بشكل كبير جدا في ارتفاع مستوى الكره العربيه والمنتخبات العربيه، ويصب في مصلحه المنتخبات العربيه في النهايه. طبعا انا قبل ما انا طبعا تواصلت في اللقاء، لكن حبيت اقدم درع نادي الشارقه للقناه واللي تمثل منبر اعلامي. ده شرف لينا يا كابتن حسن. ده درع ده لقناه النادي الاهلي؟ طبعا لقناه الاهلي، وان شاء الله الاهلي والشارقه فريق واحد. طبعا. وان شاء الله يعني تكون لقاءات كثيرة. نتمنى ده.
شكرا كابتن حسن، لفته طيبه وجميله، كل التقدير والاحترام للشارقه واهلها ولكل الامارات العربيه، شارقه ناصعه بيضاء في اعناقها الشعب وتحمله على اكتافها. الله، دي كلمات كلمه صح، دي كلمه او شعار الامارات الشارقه. هذه يعني صاحب سمو الشيخ سلطان محمد القاسمي حاكم اماره الشارقه، هو كاتب هذه العباره من خلال دمج فريقين الى فريق واحد الشارقه، وكتب ذكر الشارقه وذكر الشعب، ان الشارقه تحمل افراد الشعب على كتفها فخدمه الشعب، وكلمه اتخذت شعار للنادي، والحمد لله نادي الشارقه اليوم هو متصدر الدوري، والسنه الماضيه كان بطل الدوري. نتمنى ان شاء الله نشوف قريب فريقين من الامارات يوصلوا لنهائي دوري ابطال اسيا، اعتقد يكون شرف ايضا للكره العربيه كلها. طبعا طبعا شيء، بالعكس هذا شيء مشرف. يمكن احنا في سنه 2012 منتخب الامارات والمنتخب المصري الاولمبي صعدوا الى اولمبياد لندن، وكان التشريف للكره العربيه، فاحنا ان شاء الله نبغى نتجاوز حتى التشريف نوصل لاسيا. نتمنى ده ان شاء الله. ما حصلتش دي اول مره تحصل في التاريخ القاره الافريقيه انه ناديين من دوله واحده يوصلوا لنهائي دوري الابطال، حصلت في اسيا او في دوري ابطال اسيا قبل كده؟ لا ما حصلت. ما حصلت. ما حصلتش ما ادري، اول مره تحصل. وها حدث يدل ان اهتمام المسؤولين بالكره المصريه ويهتم التميز اللي حاصل. صحيح. وانا يمكن يعني دعوه سعاده الرئيس عبد الفتاح السيسي بتواجد 1000 لاعب محترف على مستوى العالم، يمكن الرؤيه هاي بدت ثمارها تطلع من تواجد فريقين كبار في نهائي بطوله افريقيا. ما هي نتمناها، ما هي الا مجرد بدايه ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى ان شاء الله. اعتقد انه في دعم كبير جدا من الدوله المصريه بكل مؤسساتها الحقيقه للرياضه في مصر، سواء من خلال اقامه بنيه تحتيه على احدث مستوى او رعايه اكبر البطولات، ويمكن تابعنا تنظيم مصر لدوري ابطال افريقيا، وده اعتقد هيكمل الصوره، وجود ناديين من مصر في نهائي اكبر بطوله افريقيه اعتقد استمرار لنفس المسيره، ونتمناها ان شاء الله على مستوى المنتخبات كمان. لو اتكلمت معاك كوره شويه، بتابع ماتشات الاهلي في الفتره الاخيره؟ متابع. ايه رايك في مستوى الاهلي خصوصا من بدايه الفتره اللي تولى فيها مستر موسيماني مسؤوليه الجهاز الفني؟ شوف، هو عمل نقله في اداء، او خلينا نقول رجع لفريق الاهلي الاساسي، اداء الاهلي الاساسي، اداء الفني. الاهلي دائما كان يعتمد على عنصر استحواذ الكره وفتح خلق ثغرات في المنافس، عكس المدرب فايفر في الاوان الاخيره كان يعتمد على الكرات العرضيه، وما كان عندك انت عناصر عماد متعب، الناس اللي كانت يعني تجديد الكرات العاليه مش موجوده، فكان اسلوب اللعب كان انا اصلا ما كان عاجبني يعني في اخر ايام فايلر. طبعا ما كانش عاجبني، ودائما اقول يعني تفوق في بعض الفرق على نادي الاهلي في هذا، والسبب التكتيك اللي حاصل، لكن لما رجعنا المدرب الحالي طبعا عمل رجع لاصل الفريق. ايوه، التكتيك بتاع الفريق اللي هو امتلاك الكره، فتح ثغرات للفريق المنافس، دائما اول ما تنقطع الكره نحصل الفريق يضغط على حامل الكره، فهذه الاشياء عمل فني متواجد. ملاحظ كمان في الماتشات الاخيره في تعامل نفسي مع اللاعبين، وهذا شيء ضروري في كره القدم، التعامل النفسي. فكره انك تحفز او تخلق الدافع او تخلي اللاعب يقدم اقصى ما عنده، وهو مقتنع او مصدق انه المدرب عنده ثقه كبيره جدا في امكانياته، وعنده مساحه انه يتقبل منه ممكن اخطاء مره، ممكن يبقى في ماتش مش فورمه مره، العلاقه دي اعتقد بتخلق دافع كبير جدا او حافز نفسي عند اللعيبه بشكل كبير جدا. مع كلامك ده في جزئيه مهمه، دائما المدرب هو قائد المجموعه، وقائد المجموعه يضع خطه المناسبه للمجموعه ككل كعمل تيم فريق، لكن في شيء اساسي، عنصر استخراج الطاقات اللي عند اللاعبين وتوظيفها حسب خطة اللعب، وهذا يمكن أنا لاحظته في الأوان الأخيرة، المدرب يعني حاطط يديه على النقطة دي، يعني في كذا لاعب أنا ما أذكر، إذا ذكرت الأسماء يمكن أغلط في لاعب، لكن أنا متابع جيد، حتى
لقينا الفريق بيأدي برتم كرتم جماعي، وده الأساس في نادي الأهلي. إزاي تسخر إمكانيات كل لاعب بالشكل اللي يخدم طريقة اللعب والتكتيك اللي انت بتلعب بيه في المباراة؟ طبعا شايف ان موسيماني قدر يعمل ده بشكل ناجح. ايوه قلت لك رجع لأسلوب الأهلي ايام جوزيه. مع ان ايام جوزيه كان عنده كوكبة من النجوم، لكن هو حاليا عنده كوكبة من النجوم، لكن كانت ناقصة ان واحد يستخرج الطاقة اللي عند اللاعب ووظفها حسب امكانيات وخطة اللعب. طيب انا هبعد سنة بس عن ماتش الأهلي والزمالك وهرجع مرة تانية، بس للأسف الشديد يعني أنا بيتهيألي الخبر ده صادم لكل عشاق الكرة ولكل متابعي ومقدري قيمة المواهب الحقيقية، خبر وفاة نجم الأرجنتيني طبعا دييجو أرماندو مارادونا، واحد من الجواهر الحقيقة اللي أمتعت كل عشاق الكرة مهما كان انتمائهم ومهما كانت جنسياتهم على مدار سنين طويلة جدا. ما ننساش طبعا، انا ما انساش مكسيك 86 بطوله كاس العالم الشهيره اللي كانت يمكن اكتر فتره توهج فيها مارادونا. صحيح هو كان ليه دور كبير جدا مع الارجنتين حتى في وصولها لنهائي 90، بس مارادونا 90 يختلف تماما عن مارادونا 86. تابعناه مع نابولي في ايطاليا، تابعناه مع البارسا في اسبانيا، شفنا ابداعات يمكن اجيال كثيره جدا اتحرمت منها. لكن اللي عايز يتفرج على مارادونا يعني اعتقد هيتفرج عليه، واعتقد انه معظم الماتشات والاهداف المهمه جدا لجوهره الارجنتين اللي ناس كثيره جدا وانا منهم بيعتبروا افضل لاعب جه في تاريخ كره القدم، مقارنات كثيره جدا بين مارادونا وبيليه وميسي وزيدان ورونالدينيو، لكن انا بشوف انه يعني في الفتره دي وفي معطيات كره القدم اللي اتلعبت في الفتره دي ما اعتقدش انه في حد كان ممتع ولا مبهر الحقيقه ولا يمتلك امكانيات دييجو ارماندو مارادونا اللي رحل عن دنيانا بسبب نزيف في المخ. احنا كنا تابعنا في السادسه على ما اتذكر اخباره من حوالي 10 ايام فاتوا، وبعد ما خرج من المستشفى للاسف حالته تدهورت وكان خبر وفاته النهارده. انا بيتهيألي مارادونا درب من يعني كان ليه مشوار تدريبي في الامارات كابتن حسن. كان عنده مشوارين تدريبيين. مشوارين. مشوار الاول مع نادي الوصل الاماراتي وقعد معاه سنه وحاجه، وبعدين السنه التجربه الثانيه كانت غريبه يعني أيه. انه راح درب فريق في الدرجه الاولى عكس دوري المحترفين، واعتقد يمكن قبل بعد ما كانت ناجحه التجربتين يمكن ما كانت ادت الى النجاح يعني أيه. مارادونا اللاعب غير عن مارادونا المدرب، مش بالضروره انه تبقى لاعب يعني ايقونه انك انت بالضروره تكون مدرب ناجح برضه. طبعا حصلت كتير جدا، لكن بشخصيته وتركيبته يعني انتوا يمكن في الامارات قربتوا من مارادونا يعني بشكل اكتر منه كلاعب كره او كنجم كره قدم، ايه اكتر حاجات كانت واضحه من سماته الشخصيه؟ شوف مارادونا يمكن غير لعبه كانت هو كشخص محبوب وإنسان بسيط يتفاعل مع الناس البسطاء جدا، ويحب الأشياء البسيطة دائما، وحتى واجده في كل مكان تلبيته تلاقيه إنسان يعني إنسان مع عامة الشعب، تلاقيه بيعمل يلبس لبسهم عاوز يتعلم على ثقافتهم. يعني مارادونا إنسان بسيط طيب جوهريا، كرة القدم أعطيته كل شيء كان محروم منها والنجومية. فمرة مرات كان مارادونا يقول أنا أحب أعيش في الإمارات وفي دبي لأنه شيء واحد. فقلت فيعني واحد سأله إيه الشيء واحد؟ قال في دبي أنا بمشي براحتي، حيجوني عدد قليل، لكن أروح برا ما حدش يسيبني، فالراحة النفسية اللي كنت الآن هنا وأنا حعيش على طول على دبي. وعنده فعلا عنده منزل في دبي، ولكن جاء له عرض اعتقد كان في احد الدول اللاتينيه راح يدرب هناك. ربنا يرحمه، زي ما قلت واحد من اساطير كره القدم العالميه مع بوكا جونيورز مع نابولي مع البارسا وطبعا مع منتخب الارجنتين. طيب هرجع بما ان حضرتك طبعا يعني هاجي لك بقى في منطقتك زي ما بيقولوا كده حراسه المرمى، ازاي بتشوف حراسه المرمى في النادي الاهلي وازاي بتشوف تطور مستوى محمد الشناوي في الفترات الاخيره؟ مش بس بتكلم على دوري الابطال، بتكلم على اكثر من موسم مع سواء مع المنتخب الوطني او مع فرقه النادي الاهلي بيقدم الحقيقه مستويات متميزه جدا. والله شوف محمد الشناوي طبعا في الفتره الاخيره مقدم مستويات كبيره، ومحمد الشناوي اليوم اصبحت كانت ما عنده ميزه لكن انضافت للميزه، ميزه القياده
ودي يعني حراسة المرمى إذا ما كان عنده ميزة القيادة يمكن نسبة النجاح عنده تكون قليلة. خلينا نكرر أسطورة كابتن أحمد شبير وكابتن المرحوم عادل ثابت البطل وكابتن كرامي ومسيرة بتاع الحراس اللي كان عندهم صفة القيادة، ويعني إن شاء الله ما نسيت حد، يعني كابتن عصام الحضري. أيوه. فالقيادة ضرورية. فالموسم هذا أنا لاحظت كابتن محمد الشناوي خذ الصفة هذه لأن هي الخبرة تعطيك دور، لأن كل ما لعبت كثير وصار عندك خبرة وأصبحت قللت من أخطائك فأنت أصبحت تقود فريقك، ودائما القائد يرى دائما جميع الملعب. فصفة القيادة خذها موجودة عند محمد خاصة في الفترة الأخيرة واللي ادته التميز. ممكن ده يكون ترجمة لحالة النضج. أنا بيتهيألي إنه برضه في توقيت يعني بصرف النظر عن المستوى الفني، مش بس المستوى الفني، أنا بتكلم على حالة النضج، اكتمال شخصية اللاعب جوه الملعب، إحساسه بدوره، إحساسه بقدرته على إنه يقود فريق، إنه يوجه زمايله في الملعب، إنه يطلع فرقته من المواقف الصعبة. ده بيتهيالي مرتبط بحته النضج، مش بس بفكره انك انت تتالق على 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 من ناحيه المهاريه او من ناحيه المستوى الفني. يعني هذا كلامك صحيح، لان هذه حاجه علميه، لان انت دائما اول ما تبتدي تكون عندك المهاره متواجده واللياقه البدنيه متواجده، لكن الخبرات عباره عن الحاله التكتيكيه، او الخططيه، هاي تاخذها من المباريات تكتسبها والمواقف اللعب الاصليه. فمحمد ما شاء الله مر بمواقف كثيره من خلال تواجده سواء في المنتخب الوطني او سواء مع نادي الاهلي او تجارب سابقه مع الانديه الاخرى. فوصل حاله النضج زي ما بتقول، فبيقود الفريق. انا لاحظت له في الماتش الاخير كان بيتكلم مع الدفاع في الكره اللي ضربت العارضه وهو خارج فيها، راح مبتسم. فهذه صفه القياده، انت في المواقف الصعبه كيف تخرج لعيبتك الدفاع او لعيب موجودين وتطمنهم، كيف انت وقت الابتسامه هاي البسيطه الناس يمكن خذتها على ان ابتسامه، لكن لا، هذه اشاره بالطمانينه، ما تخافش انا موجود. يعني امور بسيطه لكن في عالم النفس لها دور. متهيألي انت برضو يعني بما انك دربت حراس مرمى كتير يا كابتن حسن، حارس المرمى مركز مهم جدا بالنسبه للعشر لعيبه اللي بيلعبوا في الملعب. يعني طول ما اللعيبه حاسين او مطمنين انه في وراهم اسد بيحرس عرين الفرقه زي ما بيقولوا، هم كمان بيبقى عندهم قدره اكتر على انه يتخلصوا من الضغط او يحسوا بانه تهديد مش كبير جدا، وده بيدي اللعيب الكوره بقى جوه الملعب اريحيه في انه يتالق ويبدع ويبقى فورمه عاليه في اثناء المباراه. في مقوله انا اقولها، اذا ما عندكش حارس ما عندكش بطوله، واذا عاوز بطوله يكون عندك حارس ممتاز وليس جيد، يكون ممتاز. لان امتياز حارس مرمى امتياز للفريق ككل، ولاحظنا على مستوى كاس عالم المانيا مع نوير، خذت كاس عالم بنوير، بوفون قبل في ايطاليا، قبلها زوف في ايطاليا، اذكر لك كل الحراس اللي اخذوا البطوله، زوبيزاريتا في اسبانيا، يعني بارتيز في فرنسا، يعني كل البطولات الحارس لها دور. صحيح. طبعا احنا كاعلام نركز على اللاعب اللي سجل، لكن بس الدور الاساسي والطمانينه الثبات او اساس الفريق، خلينا نقول اساس كل فريق، حارس المرمى. 90 دقيقه مهمه جدا وفاصله، ازاي بتشوفها وازاي بتقراها؟ هنتكلم في ده بس بعد ما نروح لفاصل سريع ونرجع مره ثانيه ان شاء الله. في الميعاد ان شاء الله رجاله الاهلي جاهزه، وزي ما قلنا الاهلي بمن حضر 11 اسم، 11 نجم، 11 راجل اللي هيلبسوا تيشرت نادي الاهلي ان شاء الله قدها وقدود، وكل الجماهير الاهلاويه ثقه في لعيبتها ان شاء الله باذن الله وقدرتهم على حسم المباراه. هروح مع كابتن حسن اسماعيل لنقطة يمكن كتير من الجماهير ما بتحسش بيها قوي. يعني ما بيبقى في ماتش كبير او في ماتش حاسم في مشوار بطولة مهمة، طبعا التدريبات والتقسيمات والمحاضرات والكلام اللي بيحصل مع الجهاز الفني في طول فترة الاستعداد ده في حتة، والكلمتين اللي بيتقالوا في غرفة خلع الملابس قبل ما اللعيبة تنزل الماتش في حتة تانية خالص. أنا بيتهيألي إنه كابتن حسن سواء مع المنتخب أو مع نادي الشرق عديت بماتشات مهمة كابتن حسن،
في اللحظات اللي قبل ما اللعيبه تنزل الملعب، ايه كان اكتر النصايح او اكتر الكلام اللي بتكون حريص انه توجهه للاعيبتك؟ هو شوف، بدايه المباراه ده الثبات الانفعالي. الثبات الانفعالي هو اللي يديه يعني ثباتك انت كانفعاليا في المباراه وحماسك بدايه المباراه والسيطره عليه، هو اساسك انت انك تقدم مستواك. اذا خرجت عن الاطار هذا ممكن ما تتحكم في احاسيسك وتفاعلاتك في المباراه نفسها. فاحنا دائما كنا نركز على الحاله هاي، ودائما نركز على الحاله الايجابيه للاعب، دائما نذكر الحالات الايجابيه للاعب على اساس يقدم المردود يعني الايجابي في المباراه. وعاده علميا من خلال متابعتي او معايشتي مع فرق عالميه، فكنت بجلس معاهم قبل المباراه، ليله المباراه كانوا يعرضون لكل لاعب الاشياء الايجابيه اللي عملها في المباريات السابقه، يعني المهاجم سجل كذا هدف بيعرضوا له كذا هدف على اساس اخر قبل ما ينام الذاكره الذهنيه ماله تتخيل الاشياء الايجابيه. انت جاي للنقطه اللي انا هكلمك فيها، بس كمل كلامك. أيوه. النقطه دي في منتهى الاهميه. حارس المرمى كذلك اهم التصديات ودوره في الملعب الايجابي، فكانوا بيعرضوا له، فكان هذا عمل فني نفسي، يعني نفسي زايد فني يخلطون فيه، فيهيئون للاشياء الجميله في اخر حاجه مذكرها جميله. فانت تشوف يعني في علم النفس يقول لك عاوز تاخذ من اللاعب اذكر اي كلمه قبل الحاجه السلبيه، اذكر التشجيع، يعني أيوه. برافو لو عملت كده احسن، اول شيء برافو. فكلمه التشجيع في اوروبا طبعا من خلال معاشتي لقيت هاي النقطه، يمكن احنا الكره العربيه يمكن اقول يمكن 90% من الفرق العربيه او المنتخبات العربيه مو مركز عليها كثير. أيوة. لكن هي الاساس يمكن في، وده كان سؤالي اللي جاي ليك. في اوقات كثيره جدا بنشوف لاعبين من الناحيه البدنيه حاضرين، من الناحيه المهاريه حاضرين، لكن ممكن من الناحيه الذهنيه يكون مش موجود او يكون تركيزه قليل، فتلاقيه ما بيترجمش التفوق المهاري او التفوق البدني بتاعه في الملعب. وفي اوقات كتيره جدا بتبقى عامل استفهام، يعني انت، انا عارف اللعيب ده كويس جدا، عنده امكانيات بدنيه وعنده امكانيات مهاريه في اعلى مستوى، لكن تلاقيه غير مؤثر او غير فعال في المباراه. ازاي ممكن تشغله مره ثانيه، او ازاي تجهزه من البدايه انه يدخل المباراه شغال ومنتج وفعال؟ احنا قلنا النقطه هاي الاساسيه. عشان كده كنت بقول لك النقطه دي اوقات كتير بتبقى غايبه حتى عن الجمهور، يعني الجمهور ما دام اللعيب فت مهاريا وبدنيا يبقى بالنسبه له المفروض ان المردود بتاعه يبقى 100%، لكن في اوقات بينسوا تماما حته الناحيه الذهنيه دي. حاله ذهنيه، يعني شوف منتخب البرازيل كاس العالم في البرازيل خسر 7. أيوه. والسبب حاله ذهنيه، الضغط الاعلامي وغيره، التهيئه ما كانت جيده، واضطر الفريق الطبيب ان يستخدمون مواد يعني طبيه كحبوب او اشياء اثرت عليهم وخساره وخساره. لكن شوف اللاعب الالماني، اللاعب الالماني مهيئ، يعني ليه اطلق عليه المكن؟ لانه هو شغال من بدايه المباراه الى 90 الى اخر مباراه 90 دقيقه من المباراه على نفس النمط، خسران فايز بيعمل على نفسه، فالحالة الذهنية هم شغالين عليها من أيام صغيرة. وأنا يمكن أتكلمت عن الكرة الألمانية لأن يمكن أنا عايشت الفرق العالمية. بس عطلت الماكينات قريب قدام أسبانيا. هي عطلت لأن مهيئاتي كويس. اللي هي في يعني منتخب ألمانيا حاليا في حالة تبديل لاعبين. تجديد دماء. يعني تجديد دماء، لما تجدد الدماء محتاج إلى هذا. واليوم اللعيبة المميزة اصبحت قليله على مستوى العالم، يعني اللاعب اللي يعمل لك فروقات كبيره قل. عشان كذا في لعيبه مثلا مصريين قوي عندنا في الدوري الاماراتي، وانت ان شاء الله انا لسه كنت بكلمك على الشحات والسولية، يعني اثنين من نجوم النادي الاهلي اللي ان شاء الله باذن الله يشاركوا في مباراه الجمعه. الاثنين كان ليهم تجربه، يعني اعتقد انها من التجارب الناجحه في الدوري الاماراتي. حسين كان لاعب في العين، و والسولية كان لعب تقريبا في الشعب الاماراتي، مظبوط. شايف ازاي تجربتهم وشايف تطور مستواهم بعد رجوعهم للاهلي او بعد انضمامهم للاهلي مره ثانيه؟ يعني شوف، خاصه يعني حسين شحات يمكن كان اثبت وجود كبير في نادي العين،
وطبعا وصلوا الى نهائي كاس العالم مع ضد ريال مدريد. أيوة. وتجربه كانت فنيه كبيره للكابتن حسين، وقدم اعتقد هو بعد الرجوع من الاصابه يمكن اخر ماتشين كمان، انا متابع كابتن حسين، لا احرز هدف عالمي في يعني حطرق لك انت. فشوف الحضور والتطور، احنا يمكن انا اعود لرحله عطاء او للكرة المصرية مع الكرة الخليجية. كانت تقدم نجوم كبار للكرة الخليجية، وما ننسى احنا يمكن كابتن حسن شحاتة، كابتن يعني كثير، حسام حسن، يعني حسين حسني عبد ربه، حسني عبد ربه، كان لهم تواجد من خلال اللاعبين ومن خلال التواجد الفني من قيادة التكتيكية المدرب. يمكن انا محوري شوي رحت على التدريب واللاعبين، لانه يمكن كان مدربين قادة الله يرحمه الكابتن الكبير جنرال محمود الجوهري طبعاً. كان متواجد في نادي الشارجة وفي الإمارات وكثير من كابتن إبراهيم عبد الصمد. واسمح لي بس، والله الكلام ده مش مجاملة كابتن حسن، احنا تواجد المصريين بعيدا عن الكرة بقى في أي مجال، تواجد المصريين في الإمارات ليه واحد من أهم أسبابه ودافعه، أنك في الإمارات بجد ما بتحسش أنك أنت في غربة، بتحس أنك أنت بين أهلك وناسك. شعب الامارات شعب قريب جدا من قلوب المصريين، عشان كده دايما تحس انك انت لو سافرت ورحت وجيت تحس انه الامارات وشقوا اهل الامارات في حته ثانيه خالص بالنسبه للمصريين. الكلام ده يعني ما فيهوش اي نوع من انواع المجامله. شوفوا انا حتى كمان ما بجاملك، اول شيء احنا كقياده وشعب احنا نحب كل الشعوب العربيه ونقدرها طبعا طبعا طبعا، يعني بس احنا يمكن ارتباطنا مع الأخوان المصريين ارتباط على مستوى القادة ومستوى الشعب. احنا خليني اقول لك، انا بحب كل الشعوب العربية على مستوى الشعوب. انا عارف والله، بس يعني انا اقول لك يعني احنا كاماراتيين احنا ما ننسى فضل الله ثم فضل اخواننا المصريين. اخواننا المصريين هم درسونا وكانوا مهندسين وكانوا اطباء ولغاية الان، واخواننا فهذا فضل ما ننسى من اخواننا ده المصريين. مش فضل والله يا استاذ، لا والله بس ده واجب على مصر، احنا اشقاء في الاول والاخر، واللي دايما في وقت محنة او في وقت احتياج لابد انه اشقائي يبقوا واقفين جنبه، ده العرف وده الطبيعي بين الاخوات، اذا كان في اخوه حقيقيه بكل ما تحملها الكلمه من معاني، على الرغم من انه الاساس ده اتهز للاسف الشديد جدا في السنوات الاخيره. شوف يمكن اقول لك حاجه، يعني ام الدول العربيه كلها مصر، وحنانها وطيبه شعبها مغطية العالم العربي كله، مش مجاملة على أساس أنا في مصر ولا كذا، أنا دائما أتواجد في مصر، بس ده الواقع الشعب اللي نلمسه دائما من الشعب المصري من كذا أقطابهم، سواء رحت الفلاحين أم رحت الصعيد أو رحت وسط البلد أو رحت أي، كل الناس الطيبة دي متواجدة عند الشعب هاي، وهي بتتوزع علينا احنا. وفي القرآن ذكر ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فسبحان الله صفة الأمان من رب العالمين، فالأمان عبارة عن طيبة والطمأنينة، فهذه ذكرت مش من عندنا، ربنا حارسها فوق وأهلها حارسينها هنا على الأرض، ودايما هي درع وسند للأمة العربية كلها. تعالى نرجع للكورة مرة ثانية، وخليني أسألك يعني الماتش ده، وبما ان احنا بنتكلم على مصر واحنا بنتكلم على الدول العربيه، حضرتك عارف انه المنطقه مرت بفتره صعبه جدا، صراعات وازمات وكورونا بالظبط كده. شايف انه احنا عندنا فرصه الحقيقه، يعني يمكن النهارده اهتمام الفيفا بالكلاسيكو بيعكس انه الماتش ده، وبعيدا عن المنافسه بين الاهلي والزمالك يعني والتتويج بالبطوله، الماتش ده فرصه ان احنا نقدم صوره حلوه للعالم كله. ايه اللي تتمنى تشوفه في المباراه دي من وجهه نظرك؟ ايه اللي تحب انه يكون العالم كله بيتفرج عليه ويتابعه في مواجهه الاهلي والزمالك؟ اول نقطه ان نقدم مستوى راقي جدا اخلاقيا وفنيا، واعتقد الفريقين مهيئين ان فنيا يقدمون يمكن 90 دقيقه، والفوز هذه يمكن توفيق من عند ربنا، ويمكن يعني في جزئيات بسيطة تحدد الفائز، لكن في النهاية احنا نمثل الكرة المصرية. الإطار هذا ويعني إطار كبير، وأن اليوم
على مستوى العالم كمستوى، مش قارة أفريقيا، مستوى العالم ككل يتابع هذا اللقاء، لقاء مرتقب، وميزته انه جاء من يعني من فريقين من نفس الدولة، ومن بينهم دائما التنافس الشريف اللي تواجد في الملعب. أتمنى بعد اللقاء الفريقين أفراد اللاعبين هم لاعبة المنتخب أصلا يعني يسلموا على بعض، اللقاء ينتهي مثل ما يبتدي بالسلام، ويقدمون حاجة تليق بالكرة المصرية. وأنا أعتقد أنت قبل ما نطلع فاصل قلت 90 دقيقة، أنا أقول لك اللي يحدد 90 دقيقة الحارسين المرمى. حارسين المرمى طبعا. شايف لو عملنا مقارنة كده، الفترة الأخيرة كان أبو جبل أساسي في نادي الزمالك، مش عارف بتتابعه وبتتفرج عليه طبعا؟ أتابع. والشناوي في الأهلي، شايف الكفة تميل لصالح مين؟ يعني لو رتبت كده مين مركز أول مين مركز ثاني؟ شوف مين عنده قدرة مش بس في حراسة المرمى. احنا كنا لسه بنتكلم إن في يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي لفتت نظري في الشناوي الفترة الأخيرة هو كمان إنه بيشارك في بناء الهجمات، وعامل 2 اسيست، واحد مع منتخب الوطني في ماتش مع توجو، واحد مع النادي الاهلي في مباراه كانت صعبه جدا على فكره والاهلي كسب بيها 1-0 بهدف من صناعه الشناوي. فمش بس بتكلم على حراسه المرمى، بتكلم على المردود بتاع اللاعب داخل المستطيل الاخضر بشكل عام بصرف النظر عن مركزه. شوف انا اتوقع في المباراه ان اللي حيتعرض لهجوم اكثر ابو جبل. ابو جبل لكن اللي حي اللي حي حيكون على اختبارات حقيقيه في المباراه واللي حتحدد نتيجه المباراه الكرات المرتده بتاع الزمالك في ماتش الشناوي. الشناوي له دور كبير سواء مثل ما اقول يعني خليني اقولها كده، كما ابو جبل هيتعرض لضغط اكبر، كيفا الشناوي هيتعرض لضغط اصعب. لان دائما في حال الهجومي لفريق الاهلي تلاقي العدد الزياده العدديه لفريق الاهلي في ملعب الزمالك، وده لما في الهجمات المرتده اللي يجيدها الزمالك في الفتره الاخيره حتلاقي ان المواجهه المباشره بين حارس المرمى ولاعيبه الزمالك اكثر خطوره. فاذا عاوز ترتب الارقام يمكن الارقام شويه صعبه، لان دائما الارقام عاوز عشان تعطي افضليه حارس عن حارس لازم تعطي نسبه الاختبار في لكل مباراه وتحدد عضوها. لكن احنا عشان ما نزعلش اثنين نجوم قادرين ان يوصلون فريقهم الى حصولهم على الكاس. عناصر الخطوره اللي انت مستنيها في المباراه من وجهه نظرك، مين اللاعيبه اللي شايف انها الأسماء دي عندها قدرة أنها تحسم اللقاء لو كانت في حالتها وفي أعلى مستويات تركيزها؟ والله شوف أنا يعني دائما أتكلم عن الكرة الجماعية ومش عاوز أذكر على تيم وأنا قلت لك يعني يمكن. طب خليني بما أنك بتتكلم على التيم، مين أحسن في الناحية الجماعية، الأهلي ولا حاليا؟ حاليا الأهلي في الفترة الأخيرة مع المدرب موسيماني هو عمل الحاجة اللي كانت ناقصة أيام فايبر، وحاليا عنده تفوق وعنده أفضلية. وننسى اليوم خلال المنتخب المباراة الأخيرة مباراة توغو مشاركة لعيبة الأهلي والجاهزية الفنية ماله أكثر، يعني فكل عوامل فنية. لكن لقاء الحسم أو يوم الجمعة، وأنا إن شاء الله يعني لي الشرف حضور هذا النهائي، وأشكر الأخوان اللي جابوا لي دعوة الحضور، واشكر مش عاوز اقول اسامي عشان ما حدش يزعل. دائما ما احب اذكر ان حاضر النهائي. برجع واقول ان فرقه الاهلي قدمت عمل تكتيكي مع المدرب مساواني يعني مستوى عالي، واعتقد اتمنى تروح المباراه اللي بعد 90 دقيقه لضربات الجزاء. انا كانسان ايه السبب؟ حلاوة اللقاء. ترقب الجماهيري انا ادري، ونخلي دائما كوني مدرب حراس ان الحارسين لهم كافة الحسم في النهاية. انا اتمنى الاهلي يحسمها من شوط المباراة الاول. لا انا قلت لك انا حتى انا يمكن بشجع منتخب مصر وبشجع الناديين، لكن المباراة قلت لك انا مهما كانت نتيجتها شرف الوصول للفاينل
شيء كبير، وطبعا مش الكره المصريه متعوده على الفاينل، مش اول حاجه، لكن الشرف ان جاء ان فريقين من مصر، اهم حاجه يقدموا كره تمتع كل الجماهير. طب بلاش انت، الجمهور الاهلاوي اكثر ولا الزملكاوي في الامارات وفي الشرق على وجه الخصوص؟ لا، الشرق في الزمالك اكثر. الزمالك اكثر والامارات بشكل عام؟ حاليا اصبحت الكفه متساويه، واحنا طبعا يمكن انا اعتقد مصر 110 مليون 60 مليون لا اكثر اكثر اهلاوي. وانا لكن انت عاوز مين يفوز؟ عايزك انا. انا بحلم طبعا، بتمنى فوز عن جداره واستحقاق عشان البطوله تتخلد في التاريخ، واعتقد ان رجاله الاهلي قدها ان شاء الله طبعًا باذن الله. طبعًا. كلمه توجهها لجماهير الناديين في نهايه كلامنا كابتن حسن. والله شوف، ان شاء الله اللي يفوز نقول له مبروك. زي ما كنا اخوان موجودين، وان شاء الله تواجد، لان الحمد لله ثاني تواجد لي في قناه الاهلي، واتمنى دائما الاستمرار دائما على تواصل، ونقابل حضرتك دائما في كل مناسبه بنحتفل بيها باضافه بطوله جديده للنادي الاهلي ان شاء الله. نتمنى فيها الخير ويكون وشك حلو على الاهلي وعلى جماهيره، إن شاء الله. اللي الحقيقه بطمنهم وبوعدهم انه زي ما قلنا وبكرر الحقيقه مش هزق منها، انه الاهلي بمن حضر ما تزعلش، الاهلي كله نجوم، واي اسم ممكن يغيب عن سكواد الاهلي في ماتش النهائي بالتاكيد هيكون مؤثر، بس اللي ما تنساهوش انك انت عندك نجم زيه وعلى نفس المستوى، وان شاء الله باذن الله ال11 يكونوا موفقين تحت قياده بيتسو موسيماني. وخدوا بال حضراتكم انه موسيماني قائد جدير ان هو يقود سفينه النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله هو كمان هيكون على قد المسؤوليه. هنتابع مع حضراتكم 24 ساعه، يمكن هتكون فاصله، هتكون حاسمه، هتبان فيها امور كتيره وتتضح فيها رؤيه. حتى الان كل ما يتم الحديث عنه فيما يتعلق بالغيابات غير مؤكد ولو بنسبه بسيطه. الثلاث اسماء اللي تم الاعلان عنهم في النادي الاهلي وهيغيبوا عن اللقاء، وليد وصالح وديانجو، الناحيه الثانيه اوباما وعبد الله جمعه والوينش. دي الاخبار اللي وصلت لنا بشكل يعني مؤكد حتى اللحظه، ولكن من الوارد وفي نسبه بسيطه جدا، وده اللي هنعرفه خلال الساعات القادمه لما يتم الاعلان بقى بشكل رسمي من قبل الاتحاد الافريقي. بشكر حضراتكم على متابعتنا ومتواصلين مع حضراتكم على مدار الساعه بالتاكيد على شاشه الاهلي وتغطيه ومتابعه لكل ما هو جديد فيما يتعلق بنهائي دوري ابطال افريقيا. تحياتي لحضراتكم.